السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم مرة تانية في الدرس التاني في الوحدة التانية، وده الجزء الأول اللي هو مديهولي في كتاب المعاصر، واحنا في صفحة 81. طبعا الوحدة التانية شكل ما شفنا عنوانها I want to be healthy. I want to be healthy يعني أنا أريد أن أكون بصحة جيدة. قلنا healthy عكسها unhealthy، كلمات اتكررت معانا كتير في منهج سنة رابعة وكمان في منهج سنة خمسة. طبعا عنوان الدرس بتاعي حبايبي I am good at يعني أنا جيد فيه، وشكل ما قلنا في الدرس اللي فات، واللي ما شافش طبعا الدرس اللي فات ممكن يدخل على صندوق الوصف هيلاقيني سايب له الرابط وكمان رابط الدروس اللي فاتت. طبعا حبايبي شكل ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان جود اللي معناها جيد وباد اللي معناها سيء الاثنين بياخدوا حرف الجر ات، وجود ات وباد ات بيجي وراها حاجه من الاثنين، اما بيجي وراها النون الاسم اما بيجي وراها الفير بلس اي ان جي. يعني ممكن اقول ام جود ات بلاينج تنس، انا كويس في لعب التنس، وممكن اقول اي ام جود ات تنس على طول. تعالوا حبايبي بسرعة كده نشوف الكلمات بتاعتنا اللي موجودة في الدرس تاني في الجزء الأول. أول كلمة معانا كلمة تايكواندو. تايكواندو تايكواندو حبايبي لاحظ إن الدبليو هنا منطوقة، يعني ما أقولش تايكوندو، no it's تايكواندو. الكلمة التانية تيبل تنس. تيبل تنس طبعا تيبل تنس معناها تنس الطاولة. جيكسوز طبعا دي لعبة تكوين الصور. تيبل تنس اللي هو تنس الطاولة. تيم حبايبي بمعنى فريق. تشيس بمعنى شطرنج. ديزرت هنا ديزرت الصحراء، لكن لو هو حط لي اس كمان فمش هتبقى ديزرت، هتبقى ديزرت، وان ديزرت ده حبايبي اللي هو الحلو اللي بعد الاكل. تعالوا نشوف يلا الاكسترا فوكابيولري معانا. اول كلمه حبايبي كلمه مونكي. هومورك عربيك ماث فرنش دي اللغه الفرنسيه، وعايزك تلاحظ حاجه ان كل حبايب اللغات بتبدأ بكابيتال لتر مش المواد، لان هنا الماث الرياضة دي مادة ولكنها مش لغة فتبدأ عادي بسمول لتر، لكن عربيك او فرنش او بايم دي معناها قصيدة. كامل معناها جمل. كيتشن ودي معناها مطبخ. تعال نشوف كده مع بعض تصرفات الافعال اللي هو مدهالي. عندنا كلمة climb، وقلنا حبايبي البي هنا silent. climbed jumped قلنا بعد ال p sound اللي هي البي for pin حبايبي ال e دي بتنطق t sound. jumped walked برضو حبايبي بعد ال k sound ال e دي بتنطق t walked. tidied لاحظ ان هنا شال الواي لانها بلا حرف ساكن وقلبها الاي دي. tidied practiced تاني حبايبي بعد السا ساوند الاي دي برضو تي. practiced تعال نشوف الريجولر فيربس معنا الافعال الغير منتظمة. speak يتحدث. spoke الماضي. wrote طبعا اللي هنا silent double silent. write wrote make made draw. تعال نشوف حبايبي اهم الاكسبريشنز والpropositions اللي هو مديها لي. عندنا good بتاخد حرف الجر at معناها جيد فيه. great at برضو معناها رائع فيه. bad at معناها سيء فيه. in a team يعني في فريق. across the desert يعني عبر الصحراء.
دو جيكسوز. وهنا مهم جدا ان نعرف ان لما اجي اقول يحل لعبة الالغاز بالصور اسمها دو، دو جيكسوز. دو كراتي، دو كراتي شكل ما قلنا قبل كده ان رياضات شكل الكونغ فو والكراتي بتاخد الفعل دو. دو كراتي. on your own، on your own، on your own حبايبي بمعناها بمفردك. تعال حبايبي على language focus بتاعتنا. شكل ما قلنا في الدرس اللي فات ان هو كان مديني ان good و bad و great الصفات دي كلها بتاخد حرف الجر at، واحنا قلنا at بيجي وراها حاجة من الاتنين، يا اما noun يا اما verb plus ing. فمديني مثال بيقول لي هدى is good at playing tennis. قلت هنا لو شلت playing هقول good at tennis. طب ما ينفعش اقول هدى is good at play، هقول لك لا، الفعل اللي بيجي بعد at بيكون فيه ing. I'm good at tennis اهو قبل الاسم على طول. but I'm bad at، قلت لكم but حبايبي هنا معناها ولكن. but I'm bad at doing jigsaws. my brother is great at، برضو great at هيجي وراه verb plus ing يعني swimming. but he's bad at، قلت حبايبي but بتربط تاني بين جملتين متناقضتين. طبعا مديني هنا الحاجات اللي بلاحظها لما اجي اضيف الاي ان جي. شكل ما قلنا اذا انتهى الفعل بايه بشيل ايه واحط اي ان جي، شكل write writing، practice practicing، and see seeing. دي بقى ليه ما شلتش حوله لان هنا دبل اي مش اي واحده. طبعا قلنا اذا انتهى الفعل بحرف ساكن والحرف الساكن ده قبله حرف متحرك بضاعف الحرف الاخير، شكل swim swimming sit sitting. تاني swim swimming sit sitting. تعال نشوف يلا الليسننج سكريبت اللي معنا. بقولي هاي اي ام داليا يعني اهلا انا داليا. قلت لكم حبايبي دايما لما اجي اقرا اي باسج اي قطعه لازم من نقطه للنقطه عشان بيدينا معنى واحد. هاي ام داليا اهلا انا داليا. اي ام جود ات بلاينج فوتبول. بلاحظ ان هو بيركز لي على جود ات اللي بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. and making cakes بتقول انا جيدة في لعب كرة القدم وكمان في صناعة الكيكس الكيكة. I'm bad at playing handball يعني انا سيئة في لعب كرة اليد. حبيبي لو انا قلت لك استعمل رابط هنا هتقول لي ايه؟ هتقول لي هستعمل but، but معناها ولكن لان الاتنين متناقضتين. Asher is my brother. He is good at playing tennis and he is bad at helping me in the kitchen. جيد في لعب التنس ولكنه سيء في مساعدته ليا في المطبخ. طبعا هنا الاقوى من and هي كلمة مين حبايبي؟ but. My sister's name is Selma يعني اختي اسمها سلمى. She is good at doing math يعني هي كويسة في حل مسائل الرياضيات. خلي بالك يبقى حل الرياضيات اسمه doing math. She's bad at tidying her room. She's bad at يعني هي سيئة في tidying her room يعني ترتيب غرفتها. تعال نشوف يلا صفحة 83. مديني أول سؤال بقول read and choose the correct answer. تعال يلا نقرأ ونختار الإجابة الصحيحة. بقول they can't paint. قلنا paint حبايبي قبل كده يلون أو يدهن. The living room they are really bad at. يعني هم سيئين. قلنا حبايبي bad at هيجي وراها verb plus ing فأكيد هقول painting. painting اللي هو التلوين أو الدهان. number two بقولي my friend is good at a handball برضو نفس الفكرة. good at هيجي وراها فعل في ing. number three she is good at a her room برضو نفس الكلام tidying her room. ليه كل ده؟ أقوله لأن good at و bad at يجي وراها verb plus ing or a noun أو اسم. تعال نشوف يلا السؤال الثاني حبايبي. بقول read and complete the sentences with the correct form of the words in brackets. طبعا مديني هنا كلمات خطأ ما بين القوسين وأنا بصلحها. She is bad at save her money. هقول له يبقى saving. ليه؟ أقول إن at هيجي وراها verb plus ing مش مصدر. My brother is very good at speak English. أقول له لأ speaking. ليه speaking؟ أقول له إن good at بيجي وراها verb plus ing. I am good at sing songs يعني أنا جيد في غنى الأغاني فبالتالي هقول singing. singing يعني في غنى الأغاني برضو good at هيجي وراها verb plus ing. تعال نشوف سؤال الترتيب معانا. بقولي كونغ فو my brother is at good. أكيد هبدأ بالفعل اللي هو my brother verb to be بتاعي is اللي بيجي قبل الصفة good بتاخد حرف الجر at وأقول كونغ فو يعني
هو جيد في الكونغ فو، اخويا جيد في الكونغ فو. نمبر 2 بولي at great ندى is dinner making، نفس الفكرة، ندى is great at فالفاين جي بتاعي making ها dinner. جميل. نمبر 3 بول سبورت يو ار ات وات جود، طبعا هنا ده سؤال من الليسن الاولاني، فبالتالي لازم لو ما شفتش الفيديو بتاع الدرس الاول لازم تراجعه تاني عشان تعرف السؤال ده. فهقول وات سبورت، وات سبورت حبايبي يعني ما الرياضه، فعل المساعد بتاعي ار فعل بتاعي يو يلا جود ات، يبقى what sport are you good at. تعال نشوف حبايبي يلا الجنرال اكسرسايزز اللي على الدرس ده. بقول لي read and choose، تعال يلا ونختار. I'm good at chess، برضو هنا نفس الفكرة، good at هيجي وراها verb plus ing يبقى playing يعني انا كويس في لعبة الشطرنج. he's bad at swimming، طبعا bad هنا هتاخد حرف البرية حبايبي at، برافو عليكم. number 3 I'm good at reading but I'm A at drawing، طبعا قلنا بط حبايبي بتربط بجملتين متناقضتين، طالما قال لي هنا انا جيد يبقى اكيد لكن هناك انا سيء، فالمفروض تبقى bad. اللي بعدها number 4 cats a good at jumping، طبعا قلنا اللي بيجي قبل الصفة verb to be يبقى is you are، طب الكاتس جمع يبقى تاخد are، تاخد are. تعال نشوف يلا السؤال التاني برضو هصحح الكلمة اللي بين القوسين. I'm good at، اه برافو عليكم، writing a mister، بس لاحظ الاي بي تتشال، يبقى I'm good at writing stories يعني انا جيد في كتابة القصص. number 2 بولي we are bad with doing jigsaws، هقول له اه bad بتاخد حرف الجر at. number 3 بولي he is great at help his mom، برضو نفس الكلام helping. number 4 بولي I'm good at tennis but I a bad at karate، هقول له طالما هنا verb to be يبقى هناك برضه verb to be اللي قبل الصفة في المضارع بيكون am but I am bad at karate. تعالوا نشوف حبايبي سؤال الترتيب. at writing I am good poems، عايز اقول انا جيد في كتابة القصايد، فهقول I am good at فعل في ing يلا writing poems يعني انا جيد في كتابة القصائد الشعرية. can fast move and I بحاول I، طبعا بجيب can قبل الفعل بتاعي I can move fast يعني انا اقدر اتحرك بسرعة. number 3 practice he football day and every، طبعا عارفين ان every day معناها كل يوم، هبدأ بالفعل بتاعي اللي هو he، الفعل بتاعي practices يعني هو بيمارس، بيمارس ايه فوتبول يا كرة ها القدم، بعدين احط في الاخر every day ظرف التكرار بتاعي. طب اللي بعدها add bad and what you are sports، يبقى نفس السؤال what sports يعني ما الرياضة، فعل مساعد بتاعي are، فعل بتاعي you good sorry the bad at. تاني what sports are you bad at يعني الرياضات اللي انت سيء فيها. تعال نشوف حبايبي يلا صفحة 85 بقول read and match they are good، طبعا عارفين ان good محتاجة حرف الجر at، فحقول they are good at handball يعني هم جيدين في رياضة كرة اليد، قلنا good at ممكن يجي وراها اسم. number 2 بقول which are your يعني ايه هي، طبعا ده سؤال هقول which are your good at ولا which are your favorite hobbies، عارفين حبايبي ان صفة الملكية دي بيجي وراها اسم، فاذا هقول which are your اكيد هقول favorite sports يعني ايه هي رياضتك المفضلة. طيب what are you برضو نفس الكلام، ده سؤال مفيش سؤال هنا غير مين يا حبايبي الباقي good at، يبقى what are you good at يعني انت جيد في ايه. number 4 بقول I'm bad at taekwondo يعني انا سيء في رياضة التايكوندو، اكيد هقول because I don't practice a lot لان انا ما بمارسهاش كتير. طيب I play football يعني انا بلعب كرة القدم
يا ترى because they can move fast ولا in a team؟ اكيد in a team. in a team حبايبي يعني في فريق، بلعب كرة القدم في فريق. على نشوف يلا السؤال اللي بعده. عندنا كلمة good حبايبي بمعنى جيد، tidying بمعنى ترتيب، helping مساعدة، at tidy. بقول هاي ام داليا، I am good playing football and making cakes. اكيد good هتاخد حرف الجر. at I'm bad at playing handball as it is my brother. He is 11 years old. He is A at playing tennis but he is bad. لازم اكمل at A me in the kitchen. طالما ان لي لكن هو سيء يبقى اكيد في الاولاني هو كان جيد. يبقى he is good at playing tennis but he is bad at A me in the kitchen. برافو عليكم. helping يعني مساعدتي في المطبخ. My sister's name is Selma. She is 8 years old. يعني عندها 8 سنين. She is good at doing math. بتعرف تحل مسائل الرياضة. She is bad at a her room. أكيد tidying her room يعني سيئة في ترتيب غرفتها. تعال نشوف يلا سؤال الترقيم. بولي بانكتشويت the following sentences. I am good at basketball. برافو عليكو. الاي كابيتال في أول الكلام. الابوستروفي ام منسهاش. Good at basketball في الاخر full stop. طب نادر and ماهر are playing tennis. طبعا الان بتاعت نادر في اول الكلام واسم شخص and ما فيهاش اي حاجه. طب ماهر برافو عليكم اسم شخص برضو، يبقى لازم الام كابيتال. are playing tennis في الاخر حبايبي هحط الفول ستوب بتاعتي عادي جدا. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. حبايبي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اللي ما تبعناش من اول هيخش على صندوق الوصف او يخش على قائمة التشغيل على الخامس الابتدائي 2023، هلاقي دروسنا من اول درس في الكتاب لغاية ما احنا واقفين. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنانا في الجزء الثاني من الدرس الثاني في الوحدة الثانية ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.